يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهراء يا زهراء فاطم خير النساء واردة أهل الكساء أم أبيها النبي وهي مشكاة الضياء وهي مشكاة عن فضلها تنزلت آيات قرآني في الدهر حبا أطعمت بكل إحساني مباغلا بها النبي نساء الأكواني هي فاطم الزهراء والآية الكبرى إليك يا فاطم يا فاطم والآية والآية الكبرى ريحانة الهادي وكريمة العترة بابها روى مصاب ضلعها عم نتا بحقده لظلمها زارعا مسماره بصدرها ومؤذيا لمحسن جنينها جنينها يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء خلف باب الأوصياء قصة تدمي الجفون عن كسور عن دماء عن سواد في المتون زهراء بنت المصطفى في بابها تحصر كريمة طه الرسول أضلاعها تكسر تبكي السماء رزقها والمرتضى حيدر أيتامها تنعى ولنعشها تسعى فتضمه شوقا وتنوح للبضعة زينب لها تلوح اليد إنما مصاب قلبها ابتدى صبرها لروحها غدا الردى عمرها رواحك يتلفدا يا زهرة يا زهرة يا زهرة بضعة الهادي الأمين فاطم أم الحسن أم زينب والحسين لها هذا القلب حن
علينا الضريح والحرام نأتيه سوارا أين القباب والعلام ذا قلب احتار لا صحن أو منارة فالدهر قد جارا أنا نرى المرقد نبني لها المشهد مع قائم الآل ببقيعنا الغرقد عجل الله مسيرة الظهور في لقاء المهدي تنجلي الصدور مع لواه لثار فاطم النثور خلفه نصلي عندها نزور يا زغراء